ما انا قاعد قدامك عبيطه. انا عبيطه؟ اه عبيطه. وايه المسخره اللي لابساها دي وسايب الشباك مفتوح؟ هو كان حد بص. وانت زعلانه يا جزمه عشان محدش بيبص؟ حبيبي غير عليا. ايه دي بقى؟ اصبري بقى، انا انفرهد. انفرهد ايه؟ قلعك الجزمه بس استنى. يا بنت ايه يا بنت امك جوه؟ لا ما انا وزعتها. وزعت مين؟ سيدة دخت فجأة مش عارف ايه. لا دخت ايه والنبي راهي عشان خاطري فوق كده حبيبي فوق وفوق. لما صدقت ان انا سربتها. وديتيها فين؟ ولا حاجة. خالتي سونا جت قالت لي ان هي رايحة تزور ام هاشم. قلت لها خدي امي معاكي وبيتيها الليلة عندي. وهبات بره؟ وهتدعي لنا؟ اه. عارف يا ميمي قلت لها تدعي لنا بايه؟ بايه؟ ان ربنا يرزقنا بحتة عيل. حتة ايه؟ حتة عيل. يبقى نسخة منك ويملى علينا البيت كده ويقعد يتنطط ويقرفك كل يوم كمان. عيل ايه يا سماح؟ احنا اتفقناش على كده. وهي دي فيها اتفاق يا اخويا؟ اه فيها اتفاق. حتة عيل يعني بص يا واد وبس يا بنت. وبعدين احنا مش ناقصين وجع دماغ دلوقتي يا سماح. هي دي سنة الحياة يا ريت. وانا ما قلتش حاجة بس مش وقته. عايزين نتبسط بحياتنا شوية، نروح ونيجي ونتفسح. انت مستعجلة على ايه؟ مستعجلة عشان نفسي في حتة عيل شبهك. اما تغيب عني كده ولا تسافر ولا حاجة يبقى قاعد قدامي واقعد ابص له وافتكر. يا ست ما انا متلقح قدامك. بصي لي للنهار. جرى يا ميم؟ هو انا اجي لك كده تجي لي كده يا اخويا في ايه؟ جرى يا سماح. يا بنت موضوع الخلف ده مش معترض عليه، بس كل حاجه باوانها. واوانها امتى ان شاء الله؟ لما ربنا يأذن. مش عايز بقى اتكلم في الموضوع ده تاني. ما تاخد غير هدومي. امسك يا مصعد، دي فلوس اخر مجموعه. انت بتعمل ايه؟ بعدهم، مش لازم يتعدوا. هتعدهم هنا في المحل. افترض ان قدس جه. ما تخافيش مش جاي. لا يا سيدي انا جيت. ازيك يا مقدس؟ تتنور. طب بالاذن انا مقدس. يلا انزل. تعال يا جيجي انا عايزك. حاضر. خير؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ أنا عملت إيه؟ إن هي حصلت إنك تطردي أبوكي من بيته. أبويا؟ وأنت مين قالك يا مقدس؟ أمك قابلتني واشتكت لمامك. أنا عايزك تراعي ظروفه وسامه. مفيش حد فينا كامل يا بنتي. أنا ما قلتش حاجة يا مقدس. بس أنت عارف عملي. ورميته لينا أنا وأمي بقى ونص الله يرحمه. وما دام بقى ما شالش همنا من الأول يبقى ما يشيلناش هم. بصي يا جيجي. أبوك كبر ومحتاج حد يحن عليه، يمكن يكون قسي عليكوا زمان، بس أنا برضو مش عايزك تقسي عليه ولا تردي لساء بلساء. كفاية اللي شافه في أخوكي. وبعدين والدتك محتاجاله. يعني هو شاف لوحده؟ ما كلنا شفته ودقنا المرار. بصراحة بقى يا مقدس الحناية ما بتتشرش ولا بتتسلف. وأمي بقى الحمد لله أنا مكفيها كويس أوي. لا لا لا، الموضوع له علاقة لا بفلوس ولا بأكل ولا بشرب. مامتك واحدة ست محتاجة راجل يقف جنبها. إن شاء الله فيه عبر الدنيا. بصي أنا هقول لك على حاجة. الواحد مننا لما بيعجز بيبتدي يسامح كتير ويفوت كتير على أمل إنه يلاقي لحظة حلوة إن شاء الله تكون بالكد. صدقني يا مهندس أمي مش محتاجاه. وأنا بقى لو سبتها له هينكد عليها. أنت مش عارف الموضوع زي ما أنا عارفة. زي ما أنت شايف كده يا أستاذ سيد. المحل زي الفل و100 100. وعلى فكره كان ليه زبون وكان شغال كويس قوي. وانا لولا موضوع السفر ده لا كنت قفلت ولا فكرت ابيعه. اه الوجع تمام، بس اللي جوه عاوز له شويه تظبيطات. امضي العقد وظبط زي ما انت عايز. يعني مفيش حد من اتحاد الملاك هيجي يقول لي ممنوع التكسير ولا اي حاجه؟ لا لا يا ريس، ده حاجه ملكك وانت حر فيها، اعمل اللي انت عايزه. حلو قوي، على البركه. قلت لي انت عاوز كام؟ انت مش شفت الاعلان عرفت الرقم المطلوب؟ ايوه الاعلان حاجه والبيع والشراء حاجه تانيه، وبعدين انا فلوسي جاهزه على الترابيزه، بصراحه يعني تسعيرك عالي عليا حبتين، فلو في فرصه تانيه للتفاوض ولا ادي الناس استماره سته واخلع. ولا استماره سته ولا حاجه. انت عايز تدفع كام؟ حلو قوي، كده نعرف نتكلم، تعالى اعزمك على كوبايه عصير. انا جبت لك الهوت شوكليت اللي بتحبه. ميرسي يا مام. بتحب مامي قد ايه؟ قد الدنيا. طب اللي بيحب مامي قد الدنيا يبقى عايز يسيبها ويروح يعيش في حته تانيه؟ مامي انا مش عاوزه اسيبه، بس انا عاوزه اقعد مع بابي شويه. طب يا حبيبي ما انت بتشوف بابي في الويك اند وفي الاجازه هتشوفه اكتر واكتر كمان، بس ما ينفعش تسيبني. انا مش عاوزه اسيبه، بس بابي عنده حاجات حلوه وقال لي انه هيعمل لي ملاهي علشان الملاهي اللي عند بابي دي بتاعت القريه مش علشانك انت. وبعدين انت اي وقت عايز تروح الملاهي انا هوديك،
انا عمري حرمتك من حاجه؟ طيب اللي بيحب مامي واللي مامي بتخاف عليه وبتعمل له كل حاجه يسيبها؟ يعني هتقعد معايا؟ طب هات بقى بيك حق وبك بوسعه. I love you. اسمع النقطه دي، مره واحد حشاش زي راح يتجوز قالوا له شق عليك، قال لهم ماشي قشطه، وانتوا عليكم البيره والنسوان. هي دي النكت. ايه اللي رجعك يا تعالى امشي. بقول لك يوسف الواد ده عامل معاك ايه؟ زي ما انت شايف كده هزي ونكت دمها تقيل طول النهار. امال اتجوزت ليه؟ عشان اخلص من الدم والتقيل. امال انت فاكر انا كمان هتجوز ليه؟ لا هتتجوز وهتاخده معاك وانت والمدام بقى هرتلوا مع بعض بقى زي ما انتوا عايزين. لا حتى ابوك قال المدام عندي مش ناقصه هرتله ايه يا ابو شوش. دي الهوبة بتاعتك دي. قال انت كلمتني على نادين. نادين اه. يا جدعان في ايه؟ مالها نادين؟ مفيش يا جدع مفيش والله، هي بس مشكلتها كلها بس انها جايبه سيرتك على كل لسان بس بالخير. بتريشه يا حاج اكيد بتريشه. يا ميمي قصدك ايه؟ في ايه يا جدع؟ طول عمرك بتقول عايز اتجوز واحده بتريشه ولا حب ولا دياولو. انا عمري ما قلت الكلام ده. انت طول عمرك بتقول الكلام ده. وحتى لو قلته يعني نادين حاجه ثانيه خالص. احنا ايه؟ اه كده كده؟ لا انا ممكن اتكل على الله واسيبكم انتوا تكملوا هزار. يا عم انت قافش ليه بس؟ احنا بنهزر معاك. يا اخي قلت الكلام ده في يوم من الايام. نادين حاجه تانية حبيتها في حاجه؟ ولا زيك انت قلت له ايه من شويه؟ يا حنين. طب قولها له تاني. يا حنين تاني. لا تمام تمام هي كده اوديت. صباح على خير يا رجاله. بقول لك بنهزر معاك في ايه؟ الحاجات دي ما فيهاش هزار يا ديبو. بقول لك البنت بحبها وهتجوزها والحكايه وما فيها انها رحت قعدت مع امها النهارده وقعدت تحكي لي قصه حياتها فصعبت عليا فقلت خلاص ليه لا يعني. يا ابني انت اتجننا بقى، مش دي اللي شلناها من تحت ايدك كنت هتموتها؟ يا عم كنت متنرفز ساعتها متجنن شويه، بعد كده لما هديت وفكرت قلت خلاص ايه يعني هتجوزها. اتجوزها؟ ما انت شكلك كده هتحصل الرايق. انا اقول لك اللي فيها. قول يا اور مصر. انت صعبان عليك الواد اللي في بطنها عشان يندهوه باسم امه، زي زمان كانوا بيقولوا لك يا يوسف نديحه. صح؟ ايه يا عم خلاص كانوا بيقولوا له خلاص. سيبه يا ديبو. هو بيتكلم صح. صح يا زيكا. زمان كانوا بيقولوا لي يا يوسف يا ابن مديحه. بس من ساعه ما قطعت لسان اخر واحد قالها لي ومحدش بقى بيقولها بعد كده. صباح الخير. انت لا بقى جماد. بقول لك ايه يا انسة؟ هو انتوا تدريب؟ ايوه. طيب في واحده هنا معاكم في المستشفى اسمها شيماء، الاقيها فين معلش؟ في قسم الحريم. طب هو فين قسم الحريم؟ اهو. شكرا ميرسي ربنا يخليك. يا استاذ رايح فين؟ ايه في ايه؟ ممنوع حد يخش قسم الحريم. ليه ممنوع يعني مش فاهم؟ قسم الحريم. ايوه ايوه صح ما ينفعش قسم الحريم، متشكر ربنا يخليكي. ايوه يا ماما بقول لك ايه؟ الممرضة قالت لي ما ينفعش اخش قسم حريم، ما ينفعش ولا ايه؟ عيب؟ طيب ماشي. لا على فكرة انتي ضغطك اتظبط كتير عن الأول. طب الحمد لله. بقيتي أحسن. الحمد لله. صباح الخير. صباح الخير. أنت إيه اللي جابك هنا؟ أنا بصراحة شيماء ما قدرتش ما أشوفكيش أكتر من كده. أنتي وحشتيني قوي. بقول لك إيه أنا جيت وجبت لك الوردة ده معايا، خديه كده وقولي لي رأيك رومانسي يعني. أحمد أنت لازم تمشي، امشي، امشي. هو ايه اللي فيه؟ هو كل ما حد يشوفني يقول لي امشي ممنوع الدخول امشي ممنوع، وانا ريحتي وحشه ولا في ايه؟ احمد انا ما بهزرش انت هتعمل لي مشكله، امشي امشي. طب انا هشاهد الست الطيبه ديت، والنبي يا حاج الله يخليكي، يرضيكي كده واد حلوه زي القمر زي ها؟ ها؟ يكون جايب لك بوكيه ورد تحفه زي ده، وجاي لك من اخر الدنيا، يجي يديك الورد تقولي له البوقين دول، ينفع كده يرضي ربنا؟ لا يا ابني ما يرضنيش. اهو شفتي ولا اعرفها ولا تعرفها. يا ابني انت هتطلع.